بجدد التحية بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. بينضم لي في هذه اللحظات هنا في الاستوديو الأستاذ خليل لعمش، الناقد الرياضي بجريدة الهداف الجزائرية وموفد قناة الهداف الجزائرية مع بعثة أو فوكس تيف هنا في مصر. أستاذ خليل برحب بك. أستاذ أمير شكرا، وأنا سعيد جدا بتواجدي معكم هنا يعني في قناة الأهلي، وسعيد بتواجدي هنا في العاصمة المصرية القاهرة، وبشكرك على هذه الاستضافه الحلوه. اكيد ومنور مصر طبعا. الله يخليك يا اخي، يعني من احنا من ساعه وصلنا للعاصمه المصريه واحنا نشوف كل يوم يعني احلى من يوم اللي يعدي، والحمد لله ان شاء الله نقضي يعني هذه الدقائق يعني تكون ان شاء الله نافعه وفي مستوى تطلعات الجمهور الذي يشاهدنا حاليا. الامور ماشيه معكم كويس واستقبال كان جيد اكيد من النادي الاهلي، كلمني على التفاصيل دي، الامور كانت ماشيه؟ والله الحمد لله، يعني من ساعه وصول بعثه الوفاق الى مصر كل شيء على احسن ما يرام. يعني الوفاق بمجرد وصوله الى مطار القاهره الدولي وجد يعني ممثل مندوب عن نادي الاهلي اللي كان في الاستقبال، وكان حتى يعني اعضاء سفاره الجزائر في مصر حاضرين يعني في المطار، كل ما يستلزم كان موجود من حافلة وسيارة خاصة برئيس الوفد، وكل شيء المطلوب كان موجود. وحتى يعني بعدين في أيام التحضيرات يعني الوفاق وجد الملعب تحت التصرف وكل شيء، وهذا هو أهم ما يحتاج إليه فريق كرة لما يجي على بلد وينافس طبعا أي فريق آخر. أكيد الحديث مستمر عن مباراة الأهلي وفوكس تيف، وهي أكيد مباراة هامة جدا للفرقتين، بس في البداية طبعا عايزين نتكلم عن استعدادات فريق أو فوكس تيف، وأنت أكيد قريب من البعثة وقريب من الفريق وتابع التدريبات الأخيرة بالنسبة لهم، قول لنا الاستعدادات بالنسبة لفريق أو فوكس تيف ماشية إزاي؟ والله بعد المقابلة الأخيرة اللي لعبها نادي وفاق سطيف الجزائر عشية التنقل إلى مصر والخسارة التي كانت أمام شبيبة القبائل في لقاء الدوري الجزائري، دخل الوفاق مرحلة أخرى. يعني الخسارة وما حدث في تلك المقابلة يعني تركها في سطيف، تركها في ملعب الثامن مايو، يعني لأن الخسارة جاءت في وقت أين كان الوفاق يود أن تؤجل المقابلة، وما كانش الفريق حاب انه يلعب هذا اللقاء. تأجيل الماتش ده بالنسبه لك؟ يعني احنا عندنا هنا الاتحاد المصري اجل النادي الاهلي بعض المباريات في بطوله الدوري عشان مشاركه في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه كما بالتحديد، يعني لانه الرابطه المحترفه في الجزائر ضبطت التواريخ الخاصه بالمقابلات اللي حتتلعب في موعدها يعني في الجولات المحدده ومواعيد المقابلات المؤجله يعني عن الادوار الماضيه. يعني وهناك ربما يعني تبقى في صعوبة وما فيش حجة مقنعة بالنسبة للرابطة أمام كل الأندية. يعني لو كانت رابطة المحترفة بس هو في حجة أكبر من الفريق بيشارك في بطولة كبيرة زي بطولة دوري أبطال أفريقيا وكمان مباراة نصف النهائي، ولا من وجهة نظرهم يعني من وجهة نظرهم إن كان في مسافات جيدة ما بين مباريات الدوري ومباريات الأفريقية؟ هو تمام يعني هم رابطة أخذت بعين الاعتبار أنه الوفاق لعب في المغرب يوم الجمعة، بعدين يوم الخميس كان عنده مقابلة شبيبة القبائل، ويوم مقابلة الأهلي حتكون يوم الثلاثاء. هذا الاعتماد اللي أخذته الرابطة من وجهة نظر إدارة وفاق سطيف، كان بيودها أن المقابلة هذه ما تتلعب لأنه عايزين الفريق يعني يكون في مرتاح قبل ما يمشي لمصر. بعدين حدث اللي حدث أنه المقابلة تلعبت في موعدها. تمام. بعد هذه الخسارة يعني لها اسباب اخرى، يعني اداره الوفاق الطاقم الفني كان هناك احتجاج كبير على الاداء التحكيمي في تلك، حتى من تابع المقابله اجمع بان الوفاق كان افضل من شبيبه القبائل فنيا فوق الميدان. يعني ولولا اخطاء تحكيميه كان الوفاق ممكن. بقول لك انتوا عندكم اخطاء تحكيميه كتير كده في الجزائر برضه؟ اصل احنا هنا عندنا اخطاء تحكيميه كتير قوي بصراحه للاسف، يعني مؤثره على الفرق كلها في الدوري. هو الاخطاء التحكيميه الامور ماشيه عندكم ازاي بالنسبه للتحكيم؟ هو الاخطاء التحكيميه موجوده في اي دوري، بس يعني حتى لو نمشي يعني للدوري الاسباني نمشي للدوري الفرنسي. اوكي الدوري الاسباني دلوقتي بيستعينوا بالفار، الدوري الفرنسي يعني الامور مش وحشه، لكن انا بتكلم في المنطقه العربيه بالتحديد دلوقتي شايف، لكن الاخطاء موجوده يعني حتى لو تستند للفار، يعني أكيد لو ما يكونش يعني الفار بس في اخطاء يعني بيبقى فيها شك، لكن في اخطاء ما بيبقاش فيها شك.
هو فانا عايز اعرف مستوى التحكيم طبعا مثلا عندكم عامل ازاي. هو مستوى التحكيم الجزائري لا باس. رئيس لجنه الحكام عندكم اجنبي ولا لا محلي؟ هو حكم دولي سابق. تمام. هو المشرف على التحكيم يعني عضو المكتب الفيدرالي. لو نقيم المستوى الاداء التحكيمي في البطوله الجزائريه سنجد اخطاء. ولكن نفس الحكام لو يعينوا في مقابلات دوليه نشوفهم بمستوى اخر. لان المستوى يرتفع سواء لو يمشوا الى بطولات افريقيه ولا بطولات عالميه. مستوى ادائهم يكون راقي. اما في الدوري يكون الاخطاء. الاسباب الله اعلم تعود الى الحكام في حد ذاتهم، يعني ربما نقص تركيز، ربما ما نعرف السبب الحقيقي اللي يخلي ممكن هناك الماتشات مثلا قوتها. هو يعني لو ناخذ مثلا، انا اعطيك مثال، في مقابله الاخيره لوفاق سطيف امام شبيبه القبائل تم تعيين الحكم عبيد شارف. الحكم عبيد شارف حكم دول أدار، كان حاضر في مونديال روسيا. وعادة ما يدير لقاءات كبيرة في رابطة الأبطال الإفريقية، ومنها مقابلة تيبي مازامبي أمام بريميرو أوغوستو. يعني هو حكم بمستوى عالي جدا. لو تقيم الحكم عبيد شارف تقنيا هو من أحسن الحكام في الجزائر. إن لم نقل أحسنهم على الإطلاق. ولكن في مقابلة وفاق سطيف أمام شبيبة القبائل الأخيرة كانت هناك أخطاء تحكيمية مؤثرة. طيب خلينا نخش في شبيبة القبائل والفريق بالتحديد بغض النظر عن أخطاء الحكام. المباراة دي هل هم لعبوا بالتشكيل الأساسي؟ فريق وفاق سطيف لعب التشكيل الأساسي خاص بيه؟ هو الـ ولا ممكن يكون رشيد الطوسي مدير فني لجأ ل إراحة اللاعبين أو إراحة بعض اللاعبين؟ لا، على العكس من ذلك. يعني التشكيل الأساسية اللي دخل بها الكابتن رشيد الطوسي في مقابلة شبيبة القبائل ضمت 9 لاعبين مؤهلين في رابطة الأبطال الإفريقية. كان الاستثناء إراحة مهاجم الأساسي، يعني هداف الوفاق في بداية هذا الموسم وهو الحبيب بوغلمونة. كان إراحة كابتن الفريق عبد المؤمن جابو في شوط واحد. الفريق على العموم اللي دخل لمواجهة شبيبة القبائل كله تقريبا هي تشكيلة الأقرب لأن تكون أساسية في كل المقابلات. يعني ممكن يكون عندهم إرهاق ولا حاجة؟ هو المشكلة ما كانتش في الإرهاق. لا يعني ممكن لما تلعب مباراة كبيرة أمام شبيبة القبائل وبعديها بكام يوم هتلعب مع النادي الأهلي في مباراة أكبر أكيد، فممكن يكون عندهم إرهاق مثلا. ما أتوقعش إنه يكون عندهم إرهاق لأنه إحنا في بداية الموسم. والوفاق حاليا بعد المقابلة الأهلي حتكون المقابلة رقم 15. بس ما تعتبروش في بداية الموسم تلعبوا، يعني وفاق سطيف لعبوا 7 ماتشات في بطولة الدوري لحد دلوقتي. هو كله تقريبا لعب 15 ماتش. يعني الوفاق يوجد في حاله تنافسيه في الاعلى، يعني في اعلى مستوياتها. يعني في الفتره الحاليه ما يطرحش مشكل التعب. وحتى يعني من ناحيه تحضيريه وفاق سطيف واجه شبيبه القبائل يوم الخميس وعمل حصه استرخائيه يوم الجمعه ويوم السبت كانت الرحله، وبعدين بعد الوصول الى القاهره تدرب في الفتره المسائيه وتدرب في يوم الاحد وحيدرب ان شاء الله بعد ساعات من الان في ملعب المقابله. يعني طبعا كل يعني لو ناخذ على الفتره يعني خمس ايام كافيه للاسترجاع وكافيه لتحضير كل اللاعبين. طيب هل في اصابات في صفوف فريق او فاكس تيف ولا كله جاهز؟ لا والحمد لله، يعني هم قائمه الوفاق الافريقيه بعد التعديلات الصيفيه هي القائمة كلها تقريبا 17 او 18 17 لاعب زائد حارس ثالث، يعني 18 لاعب. هم 18 ان شاء الله حيكونوا حاضرين ان شاء الله في مقابلة الثلاثاء. ليه العدد قليل كده؟ عشان الانتقالات وفي هم انتقالات هم اغلب معد. هي الفريق تغير بنسبة يمكن 60% 60% في فترة الانتقالات الصيفية. ومنهم اللي كانوا مؤهلين في رابطة الابطال الافريقية وغادروا الفريق، يعني مع إضافة 7 لاعبين جدد. هما الوفاق القائمة الأولى والقائمة الحالية الموجودة لما نعمل مقارنة كاين 7 لاعبين جدد أفضل إلى وجود 18 لاعب في القائمة الحالية.
طيب خليني اقول لك برضو، بما اننا بنتكلم عن هذه المباراه، كيف ترون او ازاي شايفين فريق النادي الاهلي من قبل وجهه نظر الصحافه الجزائريه، وخصوصا ان فريق النادي الاهلي زي ما احنا عارفين فريق كبير وكل حاجه، لكن المباريات طبعا دايما بتاع شمال افريقيا بتبقى مختلفه، بتبقى قويه جدا وفيها حماس كبير جدا. طيب انا هجاوبك يعني بلغه ارقام. تمام. يعني الاهلي المصري لو ناخذ على تاريخه لا يوجد فريق راح بامكانه ان يواجه الاهلي المصري. يعني الاهلي مثل ما تقولون انتم كسبان يعني. يعني هذه من ناحيه تاريخيه لانه الارقام الاهلي يعني ارقام النادي الاهلي تتكلم عنه. ولكن احنا نفضل ان نحصر المقابله يعني في المعطيات الحاليه. حتى المعطيات الحاليه لنادي الاهلي المصري تؤكد بان النادي الاهلي المصري يوجد في احسن حالاته، لانه النادي الاهلي هذا الموسم تحديدا يعني ما بعد مونديال روسيا الصيف اللي فات الى غايه الان لم يخسر اي مقابله. يعني الوفاق يعلم جيدا بانه سيواجه فريق نادي القرن تاريخيا بما يحمله من ارقام وانجازات، وحتى حاليا سيواجه فريق النادي الاهلي الكبير بمعطيات حاليه تؤكد بانه سيكون جاهز لمقابله يوم الثلاثاء، ومقابله ان شاء الله اكيد حتكون مقابله كبيره، لاننا نتحدث عن ذهاب نصف نهائي رابطه ابطال افريقيا. يعني هو لو نتكلم عن الدور في حد ذاته هو دور كبار، يعني بين فريقين كبيرين في دور كبار. يعني نصف النهائي اي فريق لما يوصل لنصف النهائي يعني خطوه قبل النهائي، معنى هذا انه يملك فريق ومجموعه قويه. لما نتحدث عن الاهلي التفاصيل واضحه. طيب هنكمل كلامنا طبعا عن هذه المباراه الهامه ما بين الاهلي وفاكس تيف، لكن خلينا سريعا نروح ناخد كلمه مهمه جدا من كابتن محمود الخطيب النهارده طبعا بعد جنازه الكابتن صفوت عبد الحليم. طبعا احنا عندنا نجم كبير جدا كابتن صفوت عبد الحليم، توفيته المنيه بالامس. يعني انا كنت جايك يعني في الحديث، انا يعني باسم الاسره الاعلاميه والاسره الرياضيه الجزائريه يعني بنوجه تعزينا الخالصة لأسرة النادي الأهلي المصري وكل الأسرة الرياضية المصرية في فقدان الكابتن صفوت عبد الحليم، وإن شاء الله يكون من أهل الجنة ويرزق أهله الصبر والسلوان إن شاء الله. إن شاء الله. نروح نشوف كلمة كابتن محمود الخطيب. يعني في البدايه يمكن في خلال الاسبوعين اللي فاتوا النادي الاهلي فقد ثلاثه من ولاده اللي اتربوا جوه النادي، كابتن حازم كرم، كابتن عادل هيكل، كابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليهم. يمكن الكابتن صفوت انا يمكن يعني تزاملت معاه في الملعب رحمه الله عليه، تزاملت معاه في الملعب كتير يعني، فقربنا قوي من بعض. واللي انا عايز اقول ان صفوت للي ما يعرفوش او اللي ما شافش صفوت واحد من احرف من لعب الكره في مصر. لاعب ما يتكررش تاني. الناس يمكن دلوقتي فاكره مثلا انيستا مثلا، هو صفوت ده كده، صفوت ده كان انيستا، بس يمكن الفرق القوه والسرعه بس، لكن صفوت لعيب فعلا من اللعيبه ما تتكررش تاني. انا شخصيا وانا في الملعب كنت احب اشوفه، احب اتفرج عليه، وهو في الملعب معانا في الفرقه انا ببقى مطمن للنتيجه ومطمن للاداء، لان صفوت فعلا يستطيع ان هو يعني يتحكم في الاداء. صفوت رحمه الله عليه انسان خلوق جدا، صفوت انسان بسيط جدا، احنا كنا قريبين من بعض قوي، وما زلنا طبعا الحياه والموت فرقنا، أو الموت والحياة فرقتنا، لكن صفوت أنا يعني يمكن بقول لكل من ينتمي للنادي الأهلي جماهير ومسؤولين وأعضاء بقاء الله في ولاد واحد من ولادكم اللي كان الحقيقة من النماذج لعيبة الكرة اللي ما بتتكررش تاني. يعني صفوت كنا قريبين من بعض جدا، وصفوت في الملعب وخارج الملعب، والحقيقة مرض لفترة طويلة جدا، مرض دوت إن شاء الله بإذن الله يعني يكون دوت في ميزان حسناته ورفع درجات لي بإذن الله. لكن النهاردة لما وقفنا قدام القبر وجثمان صفوت نازل،
الحقيقه قعدت افكر في اللي احنا عايشينه، في الحياه اللي احنا عايشينها. قعدت افكر وقلت يعني عايز اقول للناس كلها يا جماعه الدنيا دي ساعه، حتى لو ساعه دي طولت شويه لكن هي ساعه، لازم نفتكر ربنا سبحانه وتعالى بيمهلنا كلنا. انا بقول الكلام ده لنفسي، لنفسي، وبقوله لاسرتي ولاولادي والاهلي ولاخواتي وكل اللي انا بحبهم، اللي هو كل البلد وكل اللي بيحبوني. ربنا سبحانه وتعالى المدة قريب مننا كلنا، وربنا سبحانه وتعالى بيمهلنا عشان نحاول بقدر الإمكان يعني من أعمالنا، يمكن يا ربنا يعني يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، ونأمل في هذا وندعو كلنا لهذا يعني. فالدنيا مش دايما لحد، واللي دايما بس انك انت تبقى انسان تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، تعمل اعمال صالحه ان شاء الله. كل دوت انا بس بقول ان انا اللي انا شايفه في الحياه دلوقتي الصراعات وال يعني مش عايز اتدخل في حاجات دي، لكن ده كل ده ليه ولغايه امتى؟ ده ممكن الدنيا في لحظه انتهي، لغايه امتى يعني؟ فالبقاء لله. النادي الاهلي الحقيقه يمكن فخور بولاده وكل من ينتمي ليه، سواء على يعني على قيد الحياه أو توفاهم الله. كل رموزنا اللي توفاها الله، كل أولادنا اللي توفاهم الله، ورموزنا وكباتننا الكبار اللي رحلوا عننا، أعتقد بنفخر بهم لغاية النهاردة. هو ده النادي الأهلي. النادي الأهلي دائما أنا بفخور بولاده من 1907 لغاية إلى نهاية العمر يعني إن شاء الله يعني. ألف رحمة ونور على صفوت، لأن فعلا صفوت من الحاجات اللي أثرت فينا جدا النهاردة الصبح. ربنا يرحم طبعا كابتن صفوت عبد الحليم، وكلام كان مهم جدا من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. ويمكن كابتن صفوت كان من اقرب المقربين لكابتن محمود الخطيب، ولما يكون حد بقيمه كابتن محمود الخطيب ومهاره كابتن محمود الخطيب بيقول ان كابتن صفوت عبد الحليم، والجيل الحالي اكيد ما اتفرجش على كابتن صفوت عبد الحليم، بيقول عليه ان هو كان من امهر اللاعبين اللي لمسوا الكوره في تاريخ مصر وشبهه كمان بانيستا زي ما كابتن زيزو كمان قال لنا مع بدايه الحلقه، فأكيد يبقى حاجة كبيرة جدا. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويسكنه في فسيح جنته. أرجع لأستاذ خليل لعمش طبعا الناقد الرياضي وموفد قناة الهداف الجزائرية في القاهرة، كنا بنتكلم عن المباراة واستعدادات فريق أوفاق ستيف، لكن أنا عايز أسألك عن الفريق بالتحديد، وانه بعد ما خسر مباراه شبيبه القبائل اكيد من الناحيه المعنويه ممكن ياثر عليه شويه قبل مواجهه كبيره زي مواجهه النادي الاهلي، وايضا في المقابل هو دلوقتي متواجد في المركز السابع في بطوله الدوري الجزائري. هل كل الامور دي بتكون في اذهان اللاعبين والجهاز الفني هتاثر عليهم بشكل او باخر؟ يعني نفس السؤال انا وجهته لعدد كبير من لاعبي وفاق سيف، لان عند رصد التصريحات منذ لقاء الشبيبه الى غايه اليوم ده، يعني النقطه التي اجتمع عليها اللاعبون هي انه البطوله هي بطوله. بس قبل بس ما تكملي، احنا نتمنى بصراحه ان هي تاثر عليهم. انت تتمنى، هو اكيد انت تتمنى ان المعنويات ما تكونش مليحه والفريق ما يكون متزعزع يعني. انا فاهم، ولكن بس انا في هذه النقطه يعني اود اوضح لك، يعني هو في مقابله شبيبه القبائل، انا ما تحدثت يعني لم اتحدث عن التحكيم عشان ابرر خساره وفاق ستيف. هو كان في اخطاء تحكيميه في تلك المواجهه. جمهور وفاق كان حاضر بقوه، جمهور الوفاق قناعة منه بأن لاعبيه أدوا ما عليه وبأن الفريق قدم ما عليه وكان أقرب للفوز، وبأن لولا تلك الأخطاء التحكيمية لكان فاز بتلك المواجهة. في نهاية اللقاء لاعب الوفاق خرج تحت التصفيقات، وجمهور الوفاق حمل راية كتب فيها بأن الوفاق لا يعرف المستحيل، وبأنه إن شاء الله راح يواصل المسيرة من بلاد النيل. هذه الرسالة ما لم ترفع أثناء أو قبل المباراة، يعني بعد صافرة النهاية. الأكيد أنه أي لاعب لما يشوف صورة، يشوف جمهور، ويشوف رسالة معبرة مثل هذه، أكيد سيترك الخسارة خلفه ويفكر فيما هو آت. وهذا شيء حدث أيضا في مقابلة نادي تيبي مازامبي في دوري المجموعات. هو الوفاق
يتفرض عليه تعادل من تيبي مازامبي في الجوله قبل الاخيره في دوري المجموعات، وبعدها كانت الجوله الاخيره امام مولوديه الجزائر. يعني انك تسجل تعثر في بلادك وانت تلعب يعني اخر الحظوظ من اجل التاهل، المنطقي انه الفريق يتاثر، ولكن تصفيقات في تلك المواجهه ايضا. يعني انا اتذكر جيدا الصوره، يعني لاعبو الوفاق مباشره بعد صافره النهايه ونهايه اللقاء 1-1 سقطوا على الارض. الجمهور الصيفي يعني جمهور الوفاق كله قام وتصفيقات حاره، اللاعبين يعني رد الفعل يعني قاموا ووقفوا من جميعا من الارض، يعني لم يبقى اي لاعب على الارض، وتبادلوا تحيه مع الجمهور، وبعدين المعنويات ارتفعت الى اعلى مستوياتها، وتمكن الوفاق من انه يفوز على مولوديه الجزائر ويقتطع تاشيره التاهل. نفس الشيء حصل في مقابله شبيبه القبائل الاخيره، يعني في نهايه المقابله جمهور الوفاق على وعي بان لاعبي ان اللاعبي قدموا ما عليهم، وهناك مبررات لتلك الخساره، وحتى يعني وعي الجمهور بانه من غير المنطقي ان تطلب من لاعب انه يلقي بكل ثقله وكل تركيزه في لقاء في البطوله قبل ايام قليله عن مقابله هامه وفصيله في نصف نهائي رابطه الابطال الافريقيه. يعني الجمهور تقبل تلك الخساره وقدم دفعه معنويه للاعبين، تلك الدفعه المعنويه هي التي حضر بها لاعبو الوفاق الى القاهره. طيب عايز اتكلم بالتحديد عن بدايات فريق وفاق ستيف في البطوله بصراحه كده، بالتحديد في دوري المجموعات الطموح زاد واحده، خصوصا البدايه كانت متعثره شويه بالنسبه لفريق وفاق ستيف، خسر اول مباراتين على ما اعتقد في البطوله دي او في دوري المجموعات بالتحديد، المجموعه اللي كان متواجد فيها الطموح ابتدى يزيد مع اللاعبين بالوصول لدور الثمانيه، وكمان خصوصا ان هم كانت النتيجه معلقه لاخر مباراه في المجموعه. يعني أولا أكون معك صريح، يعني هو بعد في بداية هي أول جولتين لعبت تلعبوا في نهاية الموسم الماضي. تمام. يعني الوفاق كان في وضعية متزعزعة، يعني ما كانش في استقرار في الفريق. البداية كانت بخسارة برباعية في 4-1 في لوبومباشي أمام تيبي مازامبي. بعد تلك الجولة في الجولة الثانية أنصار الوفاق والوفاق كان يأمل أن يحقق نتيجة تبقي أمله في التأهل. جاءت المفاجأة بالخسارة أمام مولودية الجزائر في سطيف. دخل الوفاق مرحلة أخرى، الحظوظ الكلام يعني انقسم الرأي العام بين أنه الوفاق ممكن يرفع التحدي ويعود، وناس أخرى تقول لك خلاص صفر نقطة في أول لقائين، ومنهم واحد في داخل الديار، يعني الوفاق فقد حظوظ التأهل. من بين الناس وللشهادة رئيس النادي حسن حمار وبعض اللاعبين حافظوا على تلك الحظوظ. وبعدها حصل تغيير في تركيبة المجموعة، وحصل تغيير في الطاقم الفني. جاء المدرب المغربي رشيد الطوسي. رشيد الطوسي في أول تصريحاته مباشرة بعد التوقيع وبعد اللقاء الذي كان له مع رئيس النادي قال بأنه الوفاق ما زالت له كل الحظوظ في التأهل، وسنلعب إلى آخر دقيقة وإلى آخر رمق من أجل قطاع التأشيرة. هذا تصريح نقله في اجتماعاته الأولى مع اللاعبين، أعاد تلك الروح الحماسية للاعبيه. بعدها جاءت مقابلة دفاع الحسن الجديدة، فاز الوفاق في سطيف، وبعدها مشي الى المغرب، تعادل بنكهه خساره رغم انه لعب خارج الديار، لعب في المغرب، بس عشان موقف الفريق وعشان الطريقه اللي لعب بها الوفاق كان قريب جدا من انه يعود بالنقاط الثلاث من كان اقرب يعني للتهديف في المباراه. بعدها كانت مقابله تيبي مازامبي اللي حكيت لك عليها، والموقف اللي حصل من الجمهور مع الحماس اللي بعثه المدرب رشيد الطوسي في المجموعه، مع الايمان والقناعه اللي بدات طلعت يعني ارتفعت مع بمرور الجولات بانه المجموعه الحاليه لوفاق سطيف من لاعبين
وبعودة القائد عبد المؤمن جاب اللي كان له أثر إيجابي كبير في المجموعة. حتى هو فنيا عبد المؤمن جابه من أحسن اللاعبين في الجزائر. أعتقد يعني كنتوا بتشبهوه هناك بخليفة أبو تريكة أعتقد يعني في مهاراته أو حاجة كده يعني. كنت أسمع دائما إن هو في الجزائر يقول لك ميسي الجزائر لأنه ميسي. لأنه في طريقة لعبه في فنياته أشبه لميسي عنده يسراه. هو حتى وزنه عبد المؤمن جابه في الفريق له وزن كبير حتى مع زميله ومع اللاعبين حتى في قيادة الفريق عنده لمسة خاصة. هذه العوامل جعلت الوفاق يعود بقوة في رابطة الأبطال الإفريقية ويحقق تأهل بفوز خارج الديار أمام مولودية الجزائر في لقاء فاصل. يعني المولودية المقابلة الأخيرة لن تكون مقابلة شكلية بالضبط. يعني لو كانت المولودية كان بإمكانها الفوز وتنتظر تعثر نادي تيبي مازامبي ممكن تعدي المولودية، لكن الوفاق هنا كانت يعني خطوات ابتدى الوفاق يحلم. طيب. يحلم يعني من مقابل المقابل طموح ارتفع ابتدى يزيد. يزيد. من وجهة نظر الجهاز الفني لفريق الوفاق وانت اكيد قريب منهم جدا، هم شايفين مين اخطر لاعبي النادي الاهلي من وجهة نظرهم؟ لو هم مش حنحصرها في اسماء، هم الطاقم الفني وخاصه المدرب رشيد الطوسي بيقول لك الاهلي يبقى الاهلي، ولكن يكمل لك العباره بالوفاق يبقى الوفاق، الاهلي عالمي والوفاق عالمي. هو هذا كلام قوي قوي بتاعت الوداد يعني. ولبس انا جايك في يعني في الكلام عن اللاعبي الاهلي. هم في لاعبين الوفاق اصلا يعرفهم. يعني لو ناخذ مثلا وليد ازارو واحد نجوم من النادي الاهلي. رشيد الطوسي من المغرب ويعرف وليد ازارو جيدا. علي معلول. تمام. علي معلول واجه الوفاق في 2014. واجه الوفاق ذهابا وايابا. تمام. سجل في سطيف وسجل في صفاقس. طب دي بوشة خلي. دي بوشة خلي. لنادي الاهلي. ايوه بقول لك بوشة خلي ان شاء الله يسجل هنا وهناك. بس ان شاء الله يعني الطوسي حياخذ بالنقطه دي يعني ويحط اللاعب المناسب اللي راح صعب علي معلول لاعب كبير جدا يعني. اكيد كويس جدا يعني. هو عنده يسرى يعني فنيته. ربنا يحميه كده ويكرمه ان شاء الله في الماتشين. ان شاء الله الله يحميه. بس انا ما حواصل كان يعني حتى تركيب يعني النادي الاهلي علي معلول ايضا سليف كوليبالي لواجه وفاق سطيف ايضا مع نادي تيبي مازامبي في 2014. ونمشي من التركيبه للمدرب، المدرب باتريس كارتيرون يعرف وفاق سطيف جيدا، وفي المقابل ايضا الطوسي يعرف جيدا الكره المصريه على العموم. لانه سبق له ان واجه يعني انديه مصريه لما كان مع الوداد البيضاوي ولما كان مع المغرب الفاسي وحتى لما كان مع المنتخب لما كان مدرب مساعد في المنتخب سبق له ان جاء الى القاهره وواجه المنتخب المصري في تصفيات مونديال 1998 على حسب ما اعتقد. يعني الاوراق مكشوفه ونجوم الاهلي واضحه يعني. طبعا. مؤمن ووليد سليمان زي ما قلنا علي معلول يعني. وانا مشيت معك في الكلام. طيب. يعني بالمواسم خليني سريعا اروح لزميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي والمتواجد في هذه اللحظات في استاد السلام والمران الاخير للنادي الاهلي، وبعد كمان المؤتمر الصحفي الخاص بمستر باتريس كاتيرون وكابتن حسام عاشور. يا كيمو مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا زميلي امير، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل الساده المشاهدين والاستاذ طبعا خليل المتواجد معاك في الاستوديو. اهلا بك يا كريم، طمنا كل الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي قبل المواجهه الهامه جدا امام فريق وفاق سطيف. اكيد المران زمانه ابتدى، قول لنا المران اخباره ايه حتى الان، التصريحات بتاعت مستر باتريس كارتيرون المؤتمر الصحفي، يعني قول لنا كل التفاصيل يا كيم. يمكن استعدادات على القدم الوثوق بالنسبه لكل الجهات طبعا اللي بتشرف على المباراه، سواء الجهه المكلفه ان هي تكون متواجده بتعيين الملعب بكل الامور الخاصه بالملعب، لعيبه النادي الاهلي، الجهاز، مجلس الاداره، الكل بيعمل بشكل كبير جدا. لعيبه النادي الاهلي عندها هدف ان شاء الله وهو الحصول على هذه البطوله ان شاء الله. زي ما قلنا يا امير خطوات بسيطه ان شاء الله باذن الله، 180 دقيقه مجموع المباراتين ان شاء الله ياهلونا باذن الله للمباراه النهائيه. اتكلم معاك على المؤتمر الصحفي النهارده اللي كان فيه الساعه 5:30 بحضور مستر باتريس كارتيرون المدير
فني وايضا كابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي. التساؤلات المعتاده يعني طبعا يمكن في ناس سالت كابتن باتريس على الاصابات، قالوا له انت عندك عدد من الاصابات وعدد من الغيابات، هل هيكون ده ليه تاثير على فريق النادي الاهلي؟ يمكن في اجابه مختصره جدا قال انا ما عنديش اصابات والكل جاهز لتاديه المباراه. يمكن سال كمان على القرار حضور الجمهور من عدمه، وايضا كمان سال هل ده يبقى ليه تاثير كبير عليك؟ قال طبعا يمكن انا بس يا كريم بعد اذنك، بس هو احنا اوريدي يعني مستر باتريس كارترون صراحه قال ان ما فيش اصابات ولا قال ان في اصابات؟ احنا عندنا سعد سمير وميدو جابر وعمرو السولاي. طبعا طبعا هو بيتكلم طبعا على السؤال على القائمه الحاليه يعني المتواجده هنا لنادي وفاق سطيف. يمكن السؤال كان يعني اللي هو هل انت الاصابات اللي بتشتكي منها او الاصابات اللي عندك دي بالظبط اثر عليك وكده؟ فيمكن مستر باتريس جاوب اجابه صارمه شويه، قال لا انا كل لعيبتي جاهزه الحمد لله وما عنديش اي اصابات. لكن زي ما بقول لك كمان اتسال على الجمهور، قال انا القرار طبعا بحترمه، لكن كل المباريات لو الجمهور بيتحكم فيها او الجمهور ان هو بياخد عقوبه عليها، كان جمهور كتير جدا او جماهير كتيره جدا تمت معاقبتها في التدريبات وليس في المباريات، قال لك ان احنا بنحترم هذا القرار وخلاص لابد ان احنا نأدي هذه المباراه سواء بحضور الجمهور او بعدم كمان حضور اي من الجمهور. لابد النادي الاهلي عنده هدف وهو الوصول ان شاء الله للمباراه النهائيه. اسئله ايضا كمان يعني الجمهور ان شاء الله في محاولات يا كريم، يعني ان شاء الله الامور يعني في اللحظات دي في محاولات، لكن يعني تخطى هذه الجزئيه الايه برضه بقيه التصريحات في المؤتمر الصحفي بالظبط. يعني يمكن طبعا بكلمك على يمكن نتكلم على الملعب، ارضيه الملعب بالنسبه له وفاق السيك اتسال هل هيبقى ارضيه الملعب انتوا بتلعبوا على الملعب ده بشكل كبير بالنسبه لبطوله الدوري؟ لا يساعدكم بشكل كبير. مستر باتريس قال احنا لعبنا في مباريات كثيره جدا في البطوله الافريقيه في ملاعب سيئه جدا، الملعب سواء لينا او علينا ده على الفريقين، لكن احنا مركزين وعندنا هدف هو الحصول على ان شاء الله من خلال المباراه دي ومباراه ال 180 دقيقه ان شاء الله بشكل عام. اروح معاك سريعا لتدريب فريق النادي الاهلي، محاضره سريعه بقراءه الفاتحه كالمعتاد كل المباريات قبل انطلاق التمرين النهارده. شايفين مربعات بين اللعيبه، شايفين الحراس بتحاول ان هي تأدي. لسه يمكن التمرين كان المفروض يبدا في الساعه السادسه لكن بدا من ثلاث دقائق او اربع دقائق امير. تمام. لكن زي ما بقول لك الامور ان شاء الله تكون مهيئه باذن الله للنادي الاهلي غدا في الساعه 9 على استاد السلام. ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي يحقق انتصار كبير يساعده في مباراه فاق سطيف ان شاء الله خلال الايام القادمه. ان شاء الله. كريم، البرنامج الخاص بالفريق لحد ميعاد المباراه بكره هيكون ماشي ازاي؟ يمكن النهارده طبعا بعقب انتهاء التمرين هيكون متوجه كل باع الفريق النادي الاهلي الى فندق الاقامه القريب هنا من استاد السلام. غدا ان شاء الله هيكون في غداء في الساعه 8 ظهرا لمحاضره فنيه اخيره في الساعه 5 والنصف، على ان يتوجه باطن النادي الاهلي الى استاد السلام في الساعه 7 والربع. ان شاء الله ينقص كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد زميلي امين. الاجتماع الفني اتعمل النهارده يا كريم؟ الاجتماع الفني كان صباح اليوم، بجانب المؤتمر الصحفي. لسه كمان احنا انتهينا من المؤتمر الصحفي الخاص بمستر باتريس، لكن مؤتمر كابتن رشيد الطاووسي المدير الفني لفريق نادي وفاق السيف هيكون في الساعه 8:30 ان شاء الله يكون تدريب لوفاق السيف الاخير. لكن زي ما بقول لك ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي باذن الله يكونوا موفقين ونحصل على هذه المباراه الجميله يعني. ان شاء الله. زميلي وصديقي العزيز كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا، وطمنا او طمني انا بالتحديد عن فريق النادي الاهلي قبل المباراه ان شاء الله غدا. طيب كنا بنتكلم عن المباراه بشكل عام عن فريق وفاق سطيف، لكن عايز اتكلم شويه في التشكيل الخاص بفريق وفاق سطيف. قبل ما نتكلم في التشكيل، الاستراتيجيه الخاصه بكابتن رشيد الطاوسي المدير الفني المغربي لفريق وفاق سطيف الجزائري، الاستراتيجيه اللي هيلعب بيها مباراه الذهاب وخصوصا هي خارج الارض ممكن تكون ازاي؟ هو مش ممكن يعني اننا نتوقع يعني حقيقه الطريقه اللي هيعتمدها الكابتن رشيد الطاوسي. النقطه التي تحسب لرشيد الطاوسي انه منذ التحاقه بوفاق سطيف التمسنا انضباط تكتيكي فوق الميدان. تمام. يعني هذه النقطه كانت ربما مفقوده مع روح المجموعه مع الروح الحماسيه، بس بعد الالتحاق المدرب رشيد الطاوسي الوفاق اصبح يلعب بانضباط تكتيكي واضح. هذه النقطه انه يعتمد يعني نتوقع دخول الوفاق يعني بطريقه دفاعيه لما مثل ما لعب في الوداد زي ماتش الوداد في المغرب. مستبعدة. أنا هذه النقطه بستبعدها، يعني هيبقى في مجازفه انا استبعد ما تكونش يعني انه الوفاق مش لن اتوقع ان الوفاق يدخل بطريقه هجوميه خالصه ولا بطريقه دفاعيه خالصه كما فعل في لقاء الوداد. وهذا ما افسره بان الضغط الذي كان في لقاء الوداد وحسابات لقاء الوداد تختلف عن حسابات الموجوده في لقاء الغد الله امام النادي الاهلي المصري، لان مقابله الغد هي مقابله قبل التدارك في سطيف.
تمام. وما فيهاش ضغط الحسابات اللي كان في مقابلة الوداد. الوفاق دخل مقابلة الوداد عنده هدف مقابل صفر، نتيجة إيجابية متفوق فيها، دخل يدافع عليها. في المقابلة غد إن شاء الله الوفاق سيبحث عن نتيجة إيجابية يعود بها بطموح التأهل. تمام. يعني لو من غير ممكن أن نتوقع أن الوفاق يلعب بنفس الطريقة اللي يلعب بها أمام نادي الوداد. أنا ممكن يعتمد على مباراة كتلة. في مباراة كازابلانكا؟ لأنه الحسابات تختلف والمعطيات تختلف والهدف مختلف. يعني ممكن الوفاق غدا إن شاء الله حيلعب ممكن البلوك. تمام. يلعب بكتلة في وسط الميدان عشان عارفين يعني انه الاهلي ما مش حيزود العدد. تموقع اللاعبين ممكن يكون هناك كتله دفاعيه لابعاد الضغط النادي الاهلي المصري على مرمى الحارس الزغبي. هذه نقطه متوقعه، بس في نفس النقطه يعني هذا لا يعني بانه الوفاق سيركن الى الخلف. انا هذه نقطه استبعدها يعني في قراءتي لطريقه لعب رشيد الطوسي. يعني منذ وصوله يعني هو ليس من المدربين الذين يعتمدون اللعب السلبي. بس احنا شفنا ده في مباراه، انا اتفرجت على مباراه وفاق ستيف والوداد هناك في كازابلانكا. بس كان في دفاع او تحفظ دفاعي كبير، وخصوصا ان هو في مباراه الذهاب كان فاز 1-0 وكان نجم المباراه كمان مصطفى زل. فبالتالي ممكن يلجا لهذه الطريقه ايضا بكره. لا، هذه انا قلت لك انها مستبعده لسبب انه الحسابات تختلف. في لقاء الوداد البيضاوي الوفاق دخل بنيه الحفاظ على نتيجه المحققه في الذهاب وامتصاص ضغط الوداد. يعني المقابله كانت فاصله 90 دقيقه تسيرها تتفادى هدف تكون ان شاء الله في النصف النهائي، وهذا اللي حدث. مقابله الغد حسابات اخرى، الوفاق يبحث عن نتيجه. الوفاق غدا ان شاء الله ممكن يكون طامع فيها في الفوز. مش لانه حتى يعني لو عاد بنتيجه 0-0 هي نتيجه هي نتيجه مفخخه ما تسجلش وتمشي تلعب مقابله فاصله، الضغط راح يكون عليك اكثر في لقاء الاياب. لا مش ان شاء الله. انا ما اتمناش. طيب انت شايف ان فريق وفاق ستيف محظوظ في مباراه الوداد الاخيره بالتحديد في ظل التوفيق الكبير اللي كان عند مصطفى زغبة في هذه المباراه؟ انا يعني شفت جيبور مهاجم الوداد ضيع كور ما تضيعش بصراحه، والراجل كان موفق جدا وحارس مميز بصراحه مصطفى زغبة. شايف ان فريق وفاق ستيف كان محظوظ في تخطي هذه دور نصف النهائي؟ انا هاخذ من كلامك النصف الثاني انه زغبة كان موفق، لانه الحظ نسبي. الحظ يبقى نسبي في كره القدم. هو شال بصراحه اجوان ما تتشالش. يعني هو عمل 11 تصدي حاسم، وتصديات مصطفى زغبة في تلك المقابله كانت ناجحه 100% بصراحه. وهذه نقطه تحسب ليه وفي تركيزه العالي في تلك المقابله. انا ما ربطهاش بالحظ لانه مصطفى زغبة جزء من الفريق. يعني لو مصطفى زغبة نفرض مثلا انه ارتكب خطا بدائي وتسجل الهدف، حيحسب على وفاق ستيف على حارسه. حارس الوفاق في تلك المقابله كان في احسن حالاته. حتى المنظومه الدفاعيه اللي اعتمدها رشيد الطوسي كانت موفقه الى ابعد الحدود. رغم انه تقبل الوفاق اللعب وضغط تلك المقابله. النقطه اللي يجب الانتباه اليها ايضا أن الخط الهجومي لنادي الوداد خط من اعلى من افضل الخطوط الهجوميه في الانديه المشاركه في رابطه الابطال الافريقيه الحاليه. يعني هو فريق يسجل بيسجل وعنده مهاجمين في المستوى وعنده فعاليه. هدف للفريق واحد، يعني معظم اللاعبين احرزوا اهداف في بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني اي لاعب في نادي الوداد ممكن يسجل لك. واستعادوا يعني النجم الاول جيبوه في تلك المقابله. يعني انا بحسبها لمصطفى زغبة في لقاء الوداد، يعني اكثر ما احسبها للحظ. طيب قبل ما نروح نتكلم في تشكيل فريق وفاق ستيف المتوقع لمباراه الغد امام النادي الاهلي ان شاء الله، خلينا نروح ناخد ردود افعال جمهور النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا سواء فيسبوك او تويتر او انستغرام. وكان سؤال حلقتنا النهارده هو ايه
رسالتك اللي حابب تقولها للاعبي النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه جدا جدا امام فريق وفاق ستيف. نبتدي بفيسبوك. محمود عبد الحفيظ قال العب برجوله متع الكوره افريقيا للكبار وانت يا اهلي الاسطوره. دي طبعا الرسائل الخاصه بمشجعي وجماهير النادي الاهلي. مورا صبري قال حاربوا على البطوله وافتكروا دايما ان افريقيا للكبار وانتم اسياد افريقيا. مهند البنداري قال العبوا برجوله زي ما متعودين منكم دايما وحاربوا على بطوله افريقيا ولازم ان شاء الله ترجع لدولاب بطولات الاهلي ان شاء الله لان ده المكان الطبيعي والمفضل ليها وتفرحونا ربنا معاكم ان شاء الله نحقق فوز مريح هنا قبل العوده. وتحياتي ليك يا امير، تحياتي ليك يا مهند. ايضا رضا حسن قال لو سمحتم لا تستخفوا بوفاق سطيف فهو فريق عنيد ده اكيد وخصوصا على ارضه وسط جمهوره فنرجوكم حققوا نتيجه مطمئنه في مباراه الذهاب حتى نستريح في مباراه العوده ارجوكم. ابو عمار قال لازم نكون رجاله لازم نقاتل على كي نخرج بنتيجه ايجابيه بالتوفيق ان شاء الله التسعه يا اهلي. اسلام يحيى قال خلاص هانت ان شاء الله البطوله الاهلاويه تعبتوا كتير بس ان شاء الله ربنا يديكم على قد تعبكم. محمد محيي قال ربنا معاكم يا رب تحققوا المكسب وان شاء الله افريقيا في الجزيره السنه دي ان شاء الله يا رب. محمد عصام قال احنا من الاخر عايزين البطوله دي ما تخرجش من النادي لاننا اشتقنا ليها بجد موتوا نفسكم على الكوره علشاننا ده اكيد ان شاء الله. ودي رساله موجهه للاعبي النادي الاهلي. أنا هيما قال الأهلي فوق الجميع إن شاء الله روح الفانيلا الحمراء تنتصر دايما إحنا أسياد أفريقيا. شاذلي قال التسعة يا أهلي السادسة يا عاشور عشان عاشور طبعا حقق خمس ألقاب دوري أبطال أفريقيا. محمد علي العبوا برجولة على قلب رجل واحد ربنا معاكم. شعبان مصطفى قال افريقيا يا اهلي. حسن عبد الكريم قال عايزين روح الابطال. احمد حماده قال التسعه يا اهلي. محمد خالد قال ربنا معاكم وان شاء الله تشرفونا. نروح بقى لتويتر ونشوف جمهور النادي قال النادي الاهلي قال ايه. اسماء فارس قالت ربنا معاكم ان شاء الله الفوز من نصيبكم. محمد طارق قال فوز يا ابطال. احمد ابو تريكه قال احنا واثقين انكم قد المسؤوليه وانتم رجاله بجد وهتجيبوا لنا الكاس باذن الله ان شاء الله. محمود الصغير قال الله معكم لا بديل للفوز باذن الله تعالى. محمد سميده قال خلوا عينيكم على النسر الاهلي وحلق عالي يا نسر الاهلي. محمد عبد الهادي قال عايزين رجوله في الملعب وانتوا قدها ان شاء الله. مجدي الشرقاوي قال العبوا برجوله وروح الفانيلا الحمراء واستعيدوا مكانه الكيان في القاره. عبد الله السنوسي قال خليك فاكر ان منصات التتويج صنعت من اجلكم قاتل حتى تصل الى مبتغاك. افريقيا يا اهلي. اكرم محمود قال حاربوا على البطوله بشرف شعب الاهلي مستني الفرحه من زمان ربنا معاكم. محمود فهمي قال كونوا ابطال كما عهدناكم. ونروح بقى لانستجرام ايضا وقال عمرو احمد راضي انهم يركزوا وبالتوفيق دايما لكم وان شاء الله تاخدوا البطوله. عبد الكريم حسن قال عايزين نروح الفانيلا الحمراء وروح الابطال في الملعب. ومحمود قال عايزين رجاله في الملعب زي ما تعودنا منكم ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. سريعا يا استاذ خليل تشكيل المتوقع لفريق اوفاق الصيف. هو لو التشكيل يعني متوقع الحسابات الاخيره هتضبط اليوم يعني بعد حس الميران الاخير لنادي وفاق الصيف في ملعب السلام اللي يحتضن هذه المقابله. ولكن التشكيله يعني هي مكتمله بالنسبه لرشيد الطوسي يعني التركيبه الدفاعيه واضحه يعني تقريبا بنسبه كبيره هي نفس يعني عايزين نقول اسماء كده سريعا يعني مثلا مصطفى زغبه ده ما فيش خلاف عليه في حراسه المرمى وحتى في الدفاع يعني الامور واضحه في عده مقابلات يعني رضواني فرحاني ربما بربيعي ومع بدران في المحور. هي تركيبه دفاعيه لم تتغير هي ثابته يعني منذ تقريبا بدايه الموسم يعني رضواني في باك رايت رضواني وفرحاني هما ظاهرين يعني وهما يعني لاعبين جدد في التعداد واثبتوا يعني قيمتهم الفنيه وادوا ما عليهم يعني منذ بدايه الموسم هذا اللي خلاهم يعني قطعتين اساسيتين منذ بدايه الموسم يعني في وسط الميدان الحلول كثيره ما تقدرش تتوقع رشيد الطوسي حيعتمد مين وحيخلي مين لكن الاقرب يعني دياموندي مثلا ممكن يبتدي هو عنده سيدهم اسلا سيدهم اسلا وعيبود يعني خيارات في الدفاع في وسط الميدان الدفاع واكرم تحنيط لاعب تنشيط عبد المؤمن جابو ما فيش خلاف يعني اكيد اخطر لاعب هو في فريق وفاق ستيف
مش على الاخطر يعني. واحسن لاعب يمكن احسن لاعب في الجزائر محليا. تمام يعني مؤمن جابه ومعاه مين قدام؟ يمكن يكون الهداف الفريق اللي حيعود ان شاء الله بعد ما تعافى، وكان مصاب في شبيبه قبائل. نتوقع عوده ان شاء الله الحبيب بوغلمونه. حسام غشه ان شاء الله راح يكون اساسي، وحتى يعني يبقى بين حسام غشه وبكير يعني اسلام. تمام. بكير في اختيار يعني، عنده تمام. اختيارات يعني هجوميه موجوده. اوكي اخيرا توقعاتك لمباراه الذهاب؟ انا بتوقعها مقابله صعبه على الفريقين يعني. نتيجة. النتيجه صعب يعني لو توقع يعني كم حيسجل وكم. لو شفنا نص ساعه من المقابله يعني في بدايتها احنا حقول لك يعني. طب احساسك بيقول ايه؟ احساسي الوفاق حيعود نتيجه تأهل. طب ان شاء الله الاهلي هو اللي حيفوز برضه. حتى لو يفوز يعني 3-2 وبعدين هي واحده. طيب استاذ خليل العمش طبعا الناقد الرياضي والصحفي بجريده الهداف الجزائريه وموفد قناه الهداف هنا في القاهره مع بعثه فوق ستيف، انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا. انا بشكركم، انا شكرا جزيلا على هذه الاستضافه، وسعيد بتواجدي معكم مره اخرى، وسعيد بتواجدي هنا في مصر ومع وسط الشعب المصري. احنا يعني في الاخير يعني نبقى اخوه، هي ما هي الا مقابله في كره القدم. طبعا. ونتمنى ان شاء الله انها تكون منبر مثل هذا المنبر لتأكيد الأخوة والعلاقات العميقة بين الشعبين المصري والجزائري إن شاء الله، وبتوفيق للفريقين يعني بكل روح رياضية للأهلي المصري والله للوفاق سطيف واللي طلع منهم يعني للأهلي النهائي إن شاء الله. كل التوفيق لي بس بعد المباراتين دول إن شاء الله. بشكرك. أنا بتمنى يعني التوفيق للوفاق في مقابلتين يعني. بشكرك أستاذ خليل. طبعا دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج كلام في الميديا، أكيد اتكلمنا في العديد من الأمور وبالتحديد كمان مباراة الأهلي وفاق سطيف، هذه المباراة الهامة جدا. كل التوفيق اللي في النهايه للنادي الاهلي في مباراه الغد، ان شاء الله تكون نتيجه مريحه للنادي الاهلي قبل مباراه العوده في الجزائر، وان شاء الله اللاعبين والجهاز الفني يكونوا موفقين. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا وحلقه جديده من برنامج كلام في الميديا، الى اللقاء.